السيف يا بوالي والي 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 يا بعيني عيني يا عمو أبو ربيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بابا حكاني مشان ابنك وأنا للأسف الشديد قلت له إني ما بقدر لبي لك هذا الطلب. قام زعل مني كتير وإجته الجلطة ونقلنا على المستشفى. لا لا وشلونه هلا؟ الحمد لله أحسن، اليوم بدنا نطالعه. الحمد لله على سلامته. الله يسلمك. لا 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 الله يلعن الشيطان، يا ريتني ما طلبت منه هالطلب. عمو أبو ربيع اللي راح راح. أول شيء أنا كتير بعتذر منك إني ما قدرت لبي لك هالطلب ووظف لك ابنك، تاني شيء أنا بدي أترجعك بشغلة. تفضلي يا عمو تفضلي. البابا كتير محرج منك ومانو قدران يقول لك إنه أنا غير قادرة إني أوظف لك ابنك، وهالشيء عمي يعني عم يخليه مهموم ومزعوج كتير، والهم هلا ما بيسواله. فإذا بتحب البابا وبدك تعمل معه معروف، بكرة أو بعد بكرة بتروح بتشق عليه، ومن بعد إذنك يعني بتقول له إنه ما عاد بدك توظف ربيع. أكيد هو بس يسمع هالشي رح يرتاح وتتحسن نفسيته ويتعافى بشكل أسرع. وليش لحتى نأجلها لبعدين؟ هلأ بروح لعنده على المستشفى. بس قولي لي بأي مستشفى هو؟ هي بنت نظمي ما بتاكل إلا مرتديلا أجنبية، قال يعني مديرة عامة. يا ترى كل المدراء العامين بياكلوا مرتديلا أجنبية؟ يعني ماني مديرة عامة ما بتوفي خربان بيت. بس الحق مو عليها، على ابني راخي له الحبل على اخره. مع حق طيب كثير وليه؟ اخ يا ابن الهدهد انا فرجيكو ما اطلبه مع حق. تمتعي تمتعي تربخي قتل تمتعي. خلاص حاجة. استاذ شاكر. ايه مسخرة ومالي خايف من كلمتي. برافو عليك، أنا بدي إياك دائماً تقول رأيك بصراحة وبدون خوف، بس كنت بدي أسألك إذا غيرت رأيك وحابب تساعدني وتعطيني أسماء الموظفين والموظفات اللي ما عم بيداوموا. أنا ما بعرف حدا منهم. أستاذ شاكر أنت من شو خايف؟ آه عفواً نسيت أنك ما بتخاف. على كل معك فرصة لنهاية الدوام، لأنه بكرة بكير رح أحمل قوائم الموظفين وأفتل فيهم على المكاتب وأعرف كل شيء، وساعتها ما رح أرحم حدا. تفضل مكتبك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. إن شاء الله سلامتك أخي أبو رامي. الله يسلمك. شلون صحتك؟ إن شاء الله أحسن. الحمد لله. أزمة ونفدنا. شلونك أختي أبو رامي؟ أهلين وسهلين. أهلين وسهلين. أهلين. قالوا لي إنك بالمستشفى، جيت مباشرة لأطمن عليك. الحمد لله مثل ما قلت لك أزمة ونفدنا منها. الحمد لله رب العالمين. مين اللي خبرك؟ بالحارة دريت اليوم. لك أخي ليش معذب حالك؟ ما في شيء من واجبكم، أعوذ بالله. أبو رامز غالي علينا. إن شاء الله بيسلم وديات يا حق. الله يسلمك. جايب لك خبر رح يفرحك كتير. شو هو؟ ابني ربيع دبرنا له سفرة على أبو ظبي. يعني ما عاد بده يتوظف؟ وشو بده بالوظيفة؟ الوظيفة ما رح تشبعه اللقمة، خليه يسافر لهنيك يشوف مستقبله. خير إن شاء الله. والله فرحتني بهالخبر يا أخي. وإمتى من غير شر بده يسافر؟ قريبا إن شاء الله. يلا خليه يسافر من غير شر، هاي ابني من غير شر سافر برات البلد مشان يشوف مستقبله. لأنه يا أختي إمرامز اللي جوا ما عاد له الخبزة. حتى إذا لقوها ما رح تشبعه. استاذ هادي انا جاهزه، يلا سبوني على السياره جاي. ايه
أنا طالعة وماني راجعة اليوم، إذا في شي ضروري حاكيني على الموبايل. أوكي مدام. شو مجدو؟ حلوة السيارة معي؟ إذا قلت لك لا بكون عم بكذب عليك. بصراحة بحياتي ما ركبت هيك سيارة. إيه الله يطعمنا ويطعمك مثله. إيه أنا قبلان بطرزينة للدواليب. الحمد لله. الله كريم. معقولة صار في 11 و10 ولهلا ما قالوا ياخذوني؟ مو معقول. لك ليكون طالعوا الرجال من المستشفى وما اجوا ياخذوني مشان شوفوا. بتعملها هسه هي يعني بنت نظمي. أنا بفرجيها. يا ويلا يا سواد ليلى، إذا عاملتها ما بتخلص مني بحياتها. هي سبعة. أنا كثير مضطرة على المصاري اليوم، يا ريت تساعدني وتمشي لي أموري بسرعة. تكرمي مدام ماجدة. إن شاء الله خلال ربع ساعة بتكون معاملتك جاهزة. بس ما فيني أقضيك حتى تاخذي إشعار المصرف اللي معتمد الرواتب عنكم، يوقعوا ويرجع لنا إياه. إيه ما مشكلة. هلا ببعت الورقة مع الشوفير ربع ساعة وبتكون عندك. معناتها ما في مشكلة، اليوم بتقبض. أنا شاكر كثير لك على تعاونك معنا. ما في داعي للشكر. بجوز بكرة يحتاجك بشغلة بتساعدينا فيها. تكرم عينك، إذا بقدر عليها ليش لا؟ شو بتحب نضيفك؟ ما في داعي عزبك شكرا. ما بصير، لازم نضيفك شيء. عن جد ما في داعي عزبك شكرا. لا لا لازم نضيفك شيء. طيب اذا مصر قهوه ساده لو سمحت. تكرم عينك. يا ابني جيب لنا اربع قهوه ساده. لك شو هالناس هي، ما بشوف غير مسؤولين رجالين قد الحيط، ما شافنا ولا سالنا شو بدنا نشرب. لك شو هالقلق. انا بدي شاي. أكيد طلع من الدوام واخذ مرته شكلها بورتوكلي على خصره وراحوا على المستشفى بدون ما يمرقوا ياخذوني. ماشي أنا بفرجيكي يا سلالي يا بنت نظمي أنت وابن الهدهد. حسك عينك، حدا يعرف أنك دفعتي قرش واحد لحدا وإلا بعدين أنت بتاكليها. من هالناحية لا تهكلي هم، منلزقها بظهر المدير العام السابق وخليها تروح على السجن وتتأكد إذا كان الكلام صحيح لما لقى. أنت إذا سألتك مين عفاك من الدوام قلي لها المدير العام السابق، وإذا سألتك ليش قلي لها في جماعة قرايبيني بيمونوا عليه. مع السلامة. على الله التانية تفهم علي مثل ما فهمت هي. ألو. ايه عندك هون اذا بتريد. يعني لو ما بعرف انكم مستعجلين يعني كنت عزمتكم على فنجان قهوة. كفو بالمجد ما بتقصر غير مرة حبيب. شكرا كثير لك استاذ امجد، عزبناك معنا. شكرا لك مدام. اولا لانك عطتيني اجازة نهاية الدوام ووصلتيني بهي السيارة الفخمة يعني صار فيني احضر غدا مرتب هلا. ليش مين بيحضر الغدا عندكم؟ انت ولا مرتك؟ يعني يلي فاضي بحضره، ما في فرق بيناتنا. برافو عليك يا أمجد. على كل نسلم لي على مرتك وقلا مدام ماجدة بتقلي نيالك على هيك رجال. وصل. الله معكم. الله معك مدام أمجد. وين نروح هلأ مدام؟ على المستشفى لو سمحت. خلينا نمر ناخد أمي معنا. ضروري؟ لك هو مو ضروري بس مشان ما تزعل، بتعرفي إذا زعلت وتنحيت بدنا سنة للراضية، خلص دبريها. روح على البيت. حاضر. ناري ضميط محطة ما بتنشاف ولا محطة. لو كله إعلانات. شي بداية الخلق. أخ يا ابن الهدهد عم تكسر كلام أمك ما؟ لكان حضن المخدة. أحن من حضن الأم. بسيطة أنا فرجيك رد داخل إيه. مرحبا يا مو. أهلين. جاهزة؟ ليش؟ شو بنا يا مو؟ شو ليش؟ ما بدك تروحي معنا على المستشفى؟ ليش أنتوا لهلأ ما رحتوا؟ كيف بدنا نروح طالما وعدناكي ناخدك معنا؟ ها ايوه، صار لك اكثر من ساعة طالع من شغلك، وين كنت لهلا؟
كنت بالمدرسة تبع بسمع عم بتطمن على دروسها يا مو. عادي لما بتكذب بعرفك أنا. أمك أنا أمك. احكي لي الحقيقة. خلاص يا مو بعدين بنحكي. ما حلوة ماجدة بالسيارة عم استنى. كل هالقد خايف من بدر الدجا تبعك؟ مو خايف منها بس ما حلوة المخلوقة قاعدة بالسيارة. خلاص رايح أجيب شنطايتي. الله يمضي اليوم على خير. تفضلي يا مو تفضلي. دخيل اللي بينبقله انا. كيفك مرت عمي؟ ماشي الحال. ان شاء الله ارتحتي بالنومة؟ ايه ماشي الحال. الحمد لله. حلوة كتير هالسيارة. الله يحلي ايامك يا رب. فرزي لي مثلها. ليه علقت؟ هادي فوت انت ومرت عمي لعند بابا خليه يجهز حاله. انا بدي اشوف الدكتور شوي وبلحقكم. بدي اروح معك. شو بدك تيجي تعملي معي؟ بدي اطمن على ابوك وشوف الدكتور شو بيقول. بدي اسمعه بهالاذن هاي. ما تحكي لي هم امي. خلاص ماجدة بتسمعه وبتجي بتطمننا. تعي انت تعي. البيت تقبرني الحمد لله على العافية. طولت ماجدة. لا يغلي قلبك هلأ بتجي. شبك لحقان على الطلعة. لك إداية خلاي من عادة المستشفى. تفضلي يا مو. الحمد لله على سلامتك أبو رامز. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك عمي. الله يسلمك. شو وين ماجدة؟ بس دقيقتين عم تحكي كلمتين مع الدكتور وجاي. شلونك أم رامز؟ أنا الحمد لله مبسوطة. حالته هلأ مستقرة بس أنا برأيي بعد 10 أيام يعمل قسطرة. يعني ضروري؟ بيكون أفضل. بناخذ فكرة واضحة عن عمل الشرايين الإكلينية وتروية العضلة القلبية. معناتها بجوز يحتاج لعملية ما هيك؟ هلأ ما بقدر أقول لك شيء. بعد القسطرة منقرر. معناتها لازم نعمل القسطرة بسرعة. كل ما أسرعتوا فيها بيكون أحسن. طيب دكتور عفوا لهالسؤال، قديش القسطرة بتكلف؟ مو مشكلة. وقت اللي بيجي وقتها أنا بحكي مع إدارة المشفى وبيعطوك سعر خاص. ماشي شكرا كثير لك. لحظة شوي. هاي الورقة بتعطيها للست الوالدة، فيها تعليمات لازم تنفذها بالبيت. في أكلات المريض لازم يخفف منها وفي أكلات لازم يبتعد عنها نهائيا. ماشي دكتور كلك ذوق. شكرا كثير لك. أهلا وسهلا. شكرا. يا عمي عملت مثل ما قلت لك. مثل ما قلت لي تماما عمي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك ويخلينا إياك. تعال. شو بك يا مو؟ شو عملت؟ ما في شيء بس عمي وصاني مر لعند رفيقه ابو ربيع وقال له انه ماجدة ما قدرت توظف له ابنه ربيع. قمت مريت. ايوه. اهلين عمي. الحساب 12,000 ليرة بس انا معي تعليمات من ادارة المستشفى اعمل لحضرتك خصم 50%. شكرا كثير. اهلين. يعني هلا بدك مني 6,000 بس ما هيك؟ اذا بتتكرمي لو سمحت. الشغلة ما فيها كرم وبخل، هذا حقكم. تفضل. تسلموا معوضين والحمد لله على سلامته. الله يسلمك يا رب. وصل شكري الجزيل لإدارة المشفى. على عيني وراسي بيصل. تفضلي وهي الإيصال. شكرا لك. أهلا وسهلا شرفتي. شو بابا جاهز؟ شو جاهز؟ صلوا ساعتين لابس وعم يستناكي. يلا لكان تفضلوا. يلا يلا تفضلوا. يلا امشي تبرني امشي. امشي على مهلك على مهلك. ويني تحي؟ حسبتي المستشفى؟ ليش ما قلت لك أنا؟ لا ما قلتي لي. ما قبلوا ياخذوا مني. يو مسكينة ماجدة فكرت إنه أمي صدقتها. الحمد لله على السلامة بابا. الله يسلمك. الله فضل علينا ورجعنا إياك بالسلامة على بيتك. الحمد لله. الحمد لله على سلامة الوالد ست ماجدة. الله يسلمك شكرا كثير لك. تفضل. نعم نعم. شو خالي؟ ما بدك تحكي مع ست ماجدة مشان أخي؟ لك حبيبتي أنا حكيت لك معها بس قال هلأ بالوقت الحاضر ما في إمكانية توظف لك يا خاطرك. كتر خيرك وخيرها. لك أساساً الحق علي أنا يلي عدنيت لها بأبوها. فعلاً أنا صرت جوز السن. لك ما ضل لي محل بالسيارة. بعدين أمي شو بتقصد من روحت على بيت حماي؟
أكيد في براسة موال بدها تغني. الله يسترنا من موالها. شد معلم شد الله يوفق. بابا من جهة القرض اللي سحبتوه من البنك أنت وهادي لا تهكلوا همه، أنا مجرد ما أصير أطلع من البيت بسدد لكم يعني. أنو قرض؟ كنا أنا وهادي بدنا ناخذ قرض مشان ندفع فاتورة المستشفى، إمنا لما عرفنا إنه إدارة المستشفى ما بدها مصاري بطلنا ناخذ القرض. شو عرفك إنه المستشفى ما بدها منكم مصاري؟ إيه، بكير أنا اتصلت بإدارة المستشفى لحتى أعرف قديش طلعت الفاتورة، مشان أعرف أنا وهادي قديش بدنا ناخذ القرض، إمنا لما عرفنا إنه ما بدها مصاري بطلنا ناخذ القرض. ليش هيك كتير تلبكتي لما سألتك أنا هالسؤال؟ أنا؟ بالعكس عادي، لا تلبكت ولا شيء عادي. إن شاء الله يكون كلامك مظبوط. على كل الحقيقة بدها تنكشف في يوم من الأيام وقريباً جداً إن شاء الله. الله يصلحك يا بابا، يعني كان ضروري تقول هالكلمتين أنت بحماتي. الله يستر. بقص إيدي إذا ما كانت ماجدة عم تكذب، هدول المشافي الخاصة ما بيعرفوا أبوهم، بجوز تركوا لك كم ليرة، بس إنه يعيفوا للفاتورة كلها لا مستحيل. ليش مين مفكرة حالها؟ كلها على بعضها شقفت مديرة. شو يا مو ما بدك تنزلي؟ أنا واصلة مشوار وراجعة. وين بدك تروحي أمي؟ مشوار خاص، قله للشوفير يوصلني، ولا بدك إذن من مرتك؟ لك يا مو القصة مو قصة إذن. لكن قصة شو؟ سبع البرمبة ما بتمون يعني أنت على السيارة؟ ماهر وصلها وين ما بدها الله يرضى عليه. على عيني، بس خليني أقول لسيدة المديرة بركي بدها مني شي. أنا جوز قصدي المديرة العامة بتكون مرتي وبعرف إنها ما بدها منك شي. خلص روح وصل أمي وتشاع. أمرك أستاذ هادي، بس إذا خناتني سيدة المديرة أنت المسؤول. أوكي إيه أنا المسؤول. وين بتحبي وصلك؟ شو كتير غلبة لوين يعني؟ المستشفى. شو بدك تعملي بالمستشفى؟ هلا كنا هني. انت ما دخلك، انت بتسوق وبس، انطلق. حاضر. بك يا طول بالك، هلا بتشوفها. بدي اطمن انه ما انا مريضة، امبارح ما اجت على الموعد. اخي مو ضروري اذا امبارح ما اجت على الموعد تكون مريضة. لك عن شو بده يكون فيه؟ بجوز زهقت منك وما عاد بدي اياه. طارق، بترجاك لا تمزح معي هيك مزحة ايه؟ شو يا؟ ظهر تحبها عن جد؟ ايه وشو فيها؟ حبيبي كبر عقلك، هاد اللي عم نساويه كله تسلاية وتقطيع وقت. إذا قدرنا نطلع منه بشي بيكون منيح، ما قدرنا بنكون سلينا وخلص. الحب قال بلا حب بلا أكل هوا. مريحة كتير هالسيارة، بيظهر عندكم سيارات كتير مثلها؟ ما بعرف. طيب عندكم أحسن منا؟ كمان ما بعرف. شو بتعرف لك؟ أنا بعرف سوقه بس. إيه سوق لكان سوق، الله يعرفك بحكمه. وهي الورقة اللي عطاني إياها الدكتور فيها كل التعليمات مشان بابا، تفضل. طيب، أنا رايح أشوف أبوك. طيب ماما. إيه هادي؟ وين راحت أمك؟ راحت مشوار صغير. يعني بدها ترجع لهون ولا ما لها راجعه؟ ما بعرف. طب الله يخليك، انزل خذ السياره وجيب لنا قليل تعصير مشان البابا. هلا؟ ايه هلا. خلينا هلا قاعدين ومبسوطين طلعت ابوكي بالسلامه، بعدين بروح. هادي شبك؟ ما في شيء. شو بني يعني؟ بلا، في شيء مخبي عني. لا يا مجود، معقول خبي عنك شيء انا؟ طيب ماشي حبيبي، فوت انت لكان عند ماما وبابا اقعد معهم وانا نازله تحت خلي الشوفير يجيب لنا قليل تعصير. هلا حبكت قصة العصير. هلو هادي، بشو عم تفكر؟ بصراحة السيارة مو تحت. لكن وينها؟
بعت امي مشوار فيها ولا ما بموت؟ لا حبيبي بتمون، ولو بتمون طبعا، بس يعني تاني مره خبرني مشان اخذ احتياطاتي ادبر اموري يعني. ايه ماشي الحال، انا نازل جيب العصيك. طيب حبيبي مع السلامه. ترى وين راحت هي؟ اكيد في من وراها انا. هي وصلنا على المستشفى، تفضلي انزلي. ما بدك تنزل تفتح لي الباب؟ اللهم اجيبك يا طولة البال. شبك مزعوج؟ هذا شغله. سيدة المديرة ما بتحب افتح الباب لحدا، قالت لي كل واحد بيفتح الباب لحاله. ايه تصطفل، هي حرة برأيها. أنا وقت بدي انزل بحب حدا يفتح لي الباب، ووقت بدي اطلع بحب حدا يفتح لي الباب، بدك تفتح لي الباب. حاضر، هالمرة كرمال الأستاذ هادي رح افتح لك الباب. تفضلي انزلي. تستناني هون انا شغلتي فوتة طلعة. باقي لشغلي خمس دقايق، اذا طلعتي قبل خمس دقايق بكون موجود، بعد الخمس دقايق مالي موجود. شو زكي، انا شغلتي كمان خمس دقايق، اوعى تتحرك من مكانك. ها بالبحر. اخ الله يكون بعونك يا سيدة المدير على هيك حماية، بعين الله. ادخل. يعطيك العافية يا أخي. أهلين وسهلين. أنا قرايبته للأستاذ عبد الرحمن نظمي، أبو رامز. أبوه للست المديرة العامة؟ إيه أبوه. مريني شو بتريدي؟ يمكن سيدة ماجدة وقت عطتك المبلغ يمكن ها غلطانة معك بخمسمية، شنو كانوا ملزقين جدد لأنه ما عم يفكوا عن بعضهم. أبدا ما عطتني زيادة، عطتني 6000 ليرة قيمة نص الفاتورة، بعدن المصاري مثل ما هنن، ممكن تتأكدي بنفسك. لا 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 ما في داعي، الشوفير برا عم يستناني، يمكن الخمسمية فلتاني بغير قرني. بمدن عزبكم، خاطرك. مع السلامة. شو بدي أقول السيدة ماجدة دفعت لكم النص، إمتى بدها تدفع لكم النص الثاني المبلغ يعني؟ إدارة المستشفى اتكفلت بالنص الثاني وأنا خبرتها بهالشي. ها ايوه، إيه لا تاخذنا عطلناك، اخذنا من وقتك كثير. مع السلامه. لك ما بدك تنزل تفتح لي الباب؟ قوم انزل. انا فرجي بسيطه. هيك لكان يا بنت نظمي، عم تكذبي علي ما بسيطة، أنا فرجيكي. كل هالقد خفت علي؟ يعني إذا ما خفت على قلبي على مين بدي خاف؟ اسلم لي قلبك. رح تيجي اليوم؟ إذا قدرت أطلع من البيت رح أجي. حاولي جهدك تجي، بشتقلي. لكان ما رح أجي مشان تشتقلي أكثر. بس ما ممكن تعطيني رقم تليفوني؟ مشان شو؟ يعني مشان بس اشتاق لك اسمع صوتك. ورح تتصل فيني كتير؟ يعني اذا بدك بضل عم بحكي معي. ما بيمشي الحال، قلي ليش. ليش؟ اول شيء اذا ضلت عم تحكي معي على التليفون رح نتعطل انا وياك عن دروسنا. تاني شيء اول تليفون بدرو فيه خلص خلص، ما عاد بدي رقم تليفونك. هات لشوف شو كتبت لي، شي جديد؟ ماما خليكن عنا على الغداء. ما بقدر ماما، بس ما لحالة بالبيت. طيب ابعتي الشوفور يجيبها. إيه ما في داعي، مرة تانية متغدى عندكم. مو حلوة مشان حماتي. إيه حماتي ما أنا غريبة. إيه فعلا أنا مو غريبة، يعني نأكلنا عندكم ولا عند ابني كله واحد. طيب مثل ما بدكن على راحتكن. يلا يا مو خلينا نتيسر. إيه تفضلوا. يلا ماما مع السلامة. مع السلامة صهري، تقبرني. شيلي بالك على بابا. ايه ولا يهمك بعيوني التنتين. الله معكم. مع السلامة. ام هادي ليش اجت معنا على البيت؟ الموضوع مو طبيعي، اكيد في ان يا مو انت ما اشتقتي لابي؟ لا افرطي يا بابا، خلينا نصالحكم وترجعوا هيك عروس وعريس من جديد. شو سبع البرمبة؟ ليكون مرتك اتضايقت مني وقالت لك تقلعني.
شو هالحكي اللي عم تحكيه يا مو؟ ماجدة بتحبك أكثر مني. بالعكس، بس أنا يعني بدي إياكي ترجعي تصالحي أبي، لأنه المسكين مو متعود يقعد لحاله. ما بيسره شيء، لا تخاف عليه، بيتعود. يا مو، يا حبيبتي، خلص رجعوا وتصالحوا، مشان تتأكدي من حسن نواياي، راح روح صالحك أنت وياه وجيبكم تقعدوا عنا كم يوم. لا. اتركها هادي على راحتها، البيت بيتها قد ما بدها تجي تقعد عنا، يا ميت أهلا وسهلا فيك يا مرت عمي. وقف هون ماهر. ليش وقفنا مجهود؟ ايه. لوين راح؟ هلا بيجي مرت عمي. انت ضروري تجيب سيرة القرض قدام ام هادي؟ شو فيها يعني؟ برك الرجال ما بده امه تعرف شو عم يساوي. ومن شو بده يخاف؟ بده يخاف طبعا من امه. وليش حتى يخاف منها؟ يا حرام، انت غشيم كثير عن ام هادي، ما بتعرف انه بدها نكشه صغيره على بنتك ماجده مشان تدق بخوانيقها؟ ستي هذا اللي صار. خود اشرب الدواء، وتاني مره انتبه لحكيك قدام ام هادي. ان شاء الله صحه. فقس حلوه الغنيه. فقس في غيرها. هاي منيحة؟ ايه ترقص. يلا مرت عمي تفضلي على الغداء. يلا هادي. يلا تفضلي يا مو. تعتو مني. تفضلي. بس ما تعي تغدي. يلا. شو هاد؟ شو في يا مو؟ شو في؟ بدكم تطعموني أكل جاهز انتو؟ شو فيها؟ كنت طعموني من أكل من السوق. هيك إن شاء الله مرتك كل يوم بتطعميك أكل من المطاعم، ولا صارت مديرة عامة بطلت تعرف تطبخ؟ لا بالعكس يا مو، ماجدة بتطبخ طبخ بيطير العقل، بتاكلي أصابيعك. ولا بقى لي علامة مبارح طبخت إنك وسمح شي، بس أنا جبت لك الفراليش مشان واجبي. لو في كنا بتقدر حماتها وبتقدر واجبها كانت أخذت إجازة ثلاثة أربعة أيام وطبخت لها ثلاثة أربعة طبخات من اللي قلبها بيحبهم لحماتها. قال يعني لك يا مو شبه الفراريج لك فخادهم ما شاء الله. بلا فخاد بلا قرد بلا عفاريت. حاج بقى، هذا أكل عزابية مو أكل كنة بدها توجبها. قال لحماتها. قال يعني ماشي حماتي، رح أسخن لك الكوسة المحشي على راسي. كلي. الحق علي اللي وجبتها وخليت هادي ينزل يجيب لها فراريج. حمل ونزل عن ظهري يا ام رامز. حمل شو حبيبي؟ بقصد وظيفه ربيع. يلا الحمد لله خلصنا منها. ما سالتك ابنك رامز دري شي بمرضي؟ لا اكيد لا، لو دري كان اتصل. الله يرضى عليك، إذا اتصل فيكي أو اتصلتي فيه ما تجيبي له سيرة أبداً، ما بدي إياه يشغل باله علي. لو ما حكيت كنت غنيت، لأنه أنا كنت هيك بدي أتصرف. إيه علاقتي بكفي غربته؟ اتصلي بماجدة وفهميها، إذا اتصلت فيه أو اتصل فيها ما تجيب له سيرة أبداً. حاضر، بكرة بقول لها. ألو، أهلين ماما، شلونك؟ أبوك بخير؟ ليش حدا خبرك غير هيك؟ امتى؟ هو تعب شوي ودخلناه على المستشفى، عملوا له شويه فحوصات وشويه تحاليل والحمد لله ما طلع معه شيء، واليوم طالعنا. لك وحياتك يا ماما انه ابوك بخير. تكرم عينك، رح اعطيك اياه تحكي معه بس بدون انفعالات، هيك وصانا الدكتور. خد احكي معه. لك شلون تدري؟ تعليم اتصل بماجدة وهي مخبرته. خد احكي معه كلمتين وطمنه. بس وينك بدون بكي؟ ها. الو بابا شلونك؟ ايه انا منيح منيح. ايه لكن لك فكرة، اشتقنا لك. ايه تات عنك دخيلك، ما عندنا لك ولا بكي. الو تقبرني، شلون شغلك؟ موسيقى
بطل الشاي. كمان خاطر اشتغلوي شوي. رايقه حبيبي رايقه. عين الشاي بلش يطلع. لك يا عيب الشوم عليك يا بنت الاكابر يا بنت الاصول، مع كل شهاده هالقد قدها وبتكذبي. يضرب العلم اذا بده يخلي الواحد يكذب. ليش هيك عم تحكي معي مرت عمي؟ انا عم بكذب؟ بشو كذبت عليكي؟ حرام مسكينة. قال يعني انتي ما بتعرفي انك كذبتي علي؟ لك شو شايفتيني بنت صغيرة لحتى ما اعرف كذبك من صدقك انا؟ تفضل استاذ رد احسن ما اغلط لي بشي كلمة. انتي مشهود كرمالي يا يامو يا حبيبتي يا تاج راسي. انتي بصراحة مالك حق تقولي لها ماجدة كذابة. طبعا مرتك مو مرتك هي بدك تدافع عنها. يا سيدي كذابة وستين كذابة. ايه لا مرت عمي هيك زودتيها كتير. ها أنا اللي زودتها يا حبيبتي. يكون بعلمك إني أنا رحت على المستشفى وقال لي المحاسب إنه أنت دفعتي 6000 ورحتي كذبيني. هلا لشو؟ إيه دفعت 6000 ولو كانت الفاتورة 100000 بدي أدفعه وماني خايفة من حدا. هذا أبي وأنا ماني مستعدة أتخلى عنه لا هلا ولا بعدين. إن عجبك هالشي وإن ما عجبك. وبكرة إذا ما قدرت أعمله القسطرة ببلاش رح أبيع صيغتي وساوي له إياها وماني سائلة عن حدا. شفت بعينك وسمعت بإذنك؟ قال مو سائلة عن حدا الخانم. شفت؟ لما بقول لك هي وقحة ما بتصدقني. بتقلي أمي عم تظلميها لماجدة. لا سيدي ما عم بظلمها وقحة. طولي بالك يا مو كل شي بنحل بالرواء. لك أنا رواء؟ أنا رواء؟ أنت رجال ولا مو رجال؟ سمعت واحدة عم تحكي مع حماتها هيك حكي. لك أنت مو رجال؟ لازم تصفع 3-4 كفوف وتصفع طلاق ولبيت أنا. أنت ابني الهدوء. لك وإذا ابن الهدهود شو يعني؟ ساويتوني ابن السنون وأنا ساويتوني. الشغلة مو محرزة يا أمي أدي. لك شو مو محرزة؟ ما تبالك شايفة كذبت عليك وكذبت علي ولا احترمتك وبعدين تحدتك وتحدتني. لك شوي تانية بترفع هالشحاطة وبتسفقني فيها. لك رجال أنت ولا مو رجال؟ ما بصير تحكي هيك مع حماتها. هي بنوب بنوب. خلاص رؤية مو شو ساوي؟ ضاجت هيك طلعت خلق فورت خلق فورت أنينك كاجوزة تبريها. بس رؤية شو بتريديني ساوي؟ تبرني وقت متبربك. روح جيب لي شنطتي بدي روح انا. طيب يا مو شو رايك انت اخذك مشوار طعميكي ايه معه وتروقي اعصابك؟ ما بدي بدي روح على جهنم الحمراء. شو لك عندي؟ روح جيب لي شنطتي قبل ما تجيني ازمه القلبيه. بتعرفني عطتك تك بصير. لا لا خلص روقي يا مو رايح جيب لي. ما بتغيري رايك. لك لا روح. لك يا ريت تضل عند ابنها شي شهر والله ارتاح راسي من عياطه وروشته والله. قولي ذكرنا القط اجا ينط. شو ما في اهلين يا نور العين؟ شو اللي جابك هلا؟ رجعت لبيتي ولا ما بدك يعني ارجع؟ مالك خايفه اضربك؟ انت خرج تضرب انت؟ قوم كبير الهداهي بدي اجيب لي شنطتي والحقني. شلون رجعت لوحدها؟ اكيد ورا هالرجعه في قصه. الله يستر. بس انت يا خانم مالك حق تقولي لها لامي انه المستشفى ما اخذوا منك مصاري. ليه كذبتي عليها؟ لا تعيد هالكلمه هذه اذا بتريد. ما لها علي شيء هي لحتى الا وتقلي. بعدين ليش تحشر حالها بين البصله وقشرتها؟ ليش؟ انا ما قلت لها يا استاذ لحتى ما ازعجها. خفت عليها تجيها الجلطه والسكته القلبيه اذا عرفت اني دفعت 6000 ليره. بعدين ما توقعتها كل هالقد يعني قويه لحتى تروح على المستشفى وتقابل المحاسب وتعرف منه اني دفعت 6000 ليره. شو هالام اللي عندك يا مو معقوله بنوم؟ لا تضوجي ماجده لا تضوجي. انت اصلا مالك حق انك تتحدي امي وتقولي قدامها مالي سائله عن حدا. صحيح هي ما لها علاقه شو بندفع شو بنقبض بس حضرتك شملتيني معها. وما في ام بالعالم بترضى انه كنتها تتصرف اي شيء بدون ما تاخذ اذن من ابنها. ولك امك ما خلت في عقل بنوب. طلعتني عن طوري غصبا عني وخلتني احكي. لسه من الوقت اللي اجت لعنا وهي عم تلطشني وتهيني وتسمعني كلام شي بيسوى شي ما بيسوى على الطالع والنازل. مو معقول بنوب يا. وكل هالشي انا عم بتحمله كرمالك انت لحتى ما تغضب عليك. على ليش انخضيت؟ إذا خايف من مرتك ومرتك ما بتسمح لك تستقبلني ببيتك لروح لمحل تاني. تركت زيارتي وقعدت معها لحتى وجبها. غليت لها فنجان قهوة قدمت لها إياه وقلت لها تفضلي مرت عمي. ما قالت لي شكرا. لك قمت أنت لحتى تساعدني بالعشاء. قالت لك عد هذا مو شغلك هذا شغل النسوان. ولا لأنه مرتك صارت مديرة عامة ما عاد تعرف تقلي لها بيضتين.
قلت له روحي مع أبي. قالت لك شو ابن هدهو لا تكون خايف إن مرتك ما تسمح لك تنيمني عندك. قلت له يا مرت عمي فوتي نامي بالتخت أشرح لك وأوسع لك وأريح لك. قالت لي شو يا شو شايفتيني بعبع خايفة تنامي جنبي ولا لأنك صرتي مديرة عامة ما عاد بدنا قام وحدة مثلي تنام جنبك. هذا غير البهادل والكلام اللي بيسوى واللي ما بيسوى اللي عم تسمعني اياه على الطالع والنازل. لا وشو كله كوم وانه بده ياني افرز له سياره مثل سيارتي كوم ثاني. ايه روح يا شو بيطقك. يا حبيبي على عيشتك يا ابن الهدهد. مرحبا بابا. طمني امي وصلت لعندها؟ الحمد لله. لك شو قناعتها ترجع؟ ما حكيت لي. راح احكي لك ابي كل شيء بس مو على التليفون. بعد نص ساعه بنلتقى بالقهوه وبحكي لك من طقطق مخي طقطق ابي. ماشي. لا لا ما راح اتاخر. مع مين كنت عم تحكي؟ مع حالي. اوعى تسرع ولحالك. عم تتمسخري علي كمان؟ مالك خايفه قوم اضربي؟ لا يا استرجي مد ايدك علي شوف ساعتها شو بيصير. شو بيصير يعني؟ ما بيصير شيء بس بكسر لك ياها كسر. طالما مالي خايفه من الضرب ليش حرقتي؟ مو شغلك. طيب كان شغل مين؟ شغلي انا. طيب ليش رجعتي؟ كمان مو شغلك. طيب هلا شو بدي؟ بدي اعرف مع مين عم تحكي. اوعك تكذب. ها كبسه زر بعرف مع مين عم تحكي. حكيت مع هادي. هو اللي اتصل ولا انت؟ هو. شو قال له؟ ما قال لي شيء. ما قال لي شيء. كان عم يطمن عليكي بس رجعتي ولا لا؟ بس هي ايه بس. قوم قوم روح جيب خضرة وفواكي بدل اللي أكلتهم تسممتهم تزهرمتهم. قوم البراد عم يصفر صفير. على عيني. أبي هذا اللي صار معي شو بتنصحني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تصرفاتها كلها غلط. لكان في مرض تدعي انه جوزها عم يضربها مشان تحرق لبيت بنتك. هلا يا ابي قيمنا من السيره وخلينا بموضوع ماجده وامي. امي زعلانه من ماجده ومفكر الحق عليها، وماجده زعلانه من امي ومفكر الحق عليها، وانا محتار مع مين بدي وقف، مع مين بدي صف، شلون بدي حل الموضوع؟ حسب رايك الحق على مين؟ بصراحه الحق كله على امي. ماجده سمعت نص الحكي اللي حكته امي عنا. والله ستر ما سمعت الحكي اللي قالت لي اياه. كانت قفعت معها الاخير. تسمع مني لك ابني؟ لكان انا ليش جاي يا ابي اسمع منك؟ مو مشان تنصحني. انسى امها، تحاول تصالح مرتك وتعيش انت وياها مبسوطين. شو لك يا ابي؟ في حدا بالعالم بيقدر ينسى امه؟ ما لك غير هالحل. يعني انت ما راح تساعدني ابي؟ شو بيساعدك؟ يعني يا ابي كلمتين منك مع امي وكلمتين انا مني مع ماجده بنروق الامور وبنصالحه. أنا جاهز بس يا ريت نقدر. ماما تسمحي لي روح لعند رفيقتي؟ أنا رفيقة منه سوسن رفيقتي بالمدرسة. شو بدك تساوي عندها؟ إيه في مسألتين كيمياء بدي حلهم وأرجع. شو بيعرفني انه هالحكي مزبوط؟ ما راح تتسلي يعني. ماما ليكو الكتاب بعدين رح روح ساعة وما رح طول ابدا. ساعة واحدة بس. ها رح عير لك الوقت. مع السلامة. يلا باي. باي. يبعت لي الهنا الهي. لك انا شو استفدت هلا؟ ايه ما استفدت شي. عملت اللي بدها يا بنت نظمي، وانا من غشمنتي تركت لها الملعب تلعب فيه لوحدها. قال شو؟ زعلت منها. يبعت لي ده السل كتير هي دايره على زعلي. هي بتشتري زعلتي مشترى. خلصت مني وطلعتني من بيتها وفضيلها الجو. انا لازم ارجع اعرف كل شيء، كل شيء بدها تعمله. ايه بس شلون؟ ما في غير اني اتصالح مع هدهد الصغير. لك كيف؟ كيف يا موصى؟ فكري لشوف فكري. ايه لقيتها. ما في غير كبير الهدايا دي. مرحبا.
شو وين الخضره والفواكه اللي كنت بدك تجيبها؟ نسيتها. ايه بسيطه حبيبي، بكره بتجيبها. نعم نعم، شو قلتي؟ قلت بكره بتجيبها. لا لا لا، عيدي لي الجمله كلها. قلت بسيطه مو مشكله، بكره بتجيبها. هاي هي. لا لا، في كلمه قلتيها، ارجعي لي شوف، عيدي لي عيدي لي من الاول. لا تخجلني. ها مزبوط، معناته اللي سمعته انا. ايه مزبوط حبيبي. يا عيني، وعم تقولي لي اياها مره ثانيه. واذا بدك تقبرني بقول لك اياها على طول سيري. الله يسترني من هالكلمه. هاتي لشوف شو بدك، قولي لي بس من الاخر. ما في الا الخير. انتي قولي وانا بقرر اذا كان في خير ولا مو خير. انا بصراحه طلعت من بيت هادي يقبرني زعلانه منه كثير. هو لما اطلع من بيته اكون زعلانه ما بيهون عليه ابدا. بتعرف انت قلب الام، لذلك بدي اياك تصالحنا، لانه ما بحب انا يكون هادي متضايق. ما بدي اعرف بالاول مشان شو زعلته. حبيبي هلا نحن بدنا ناكل عنب ولا بدنا نقاتله للناطور؟ بدنا ناكل عنب. خلاص معناتها صالحنا لحتى ناكل عنب. بدك يعني صالحك انت وابنك بس ولا انت وكنتك كمان؟ ليش مين قال لك اني انا متزعله مع بنته لنظمي؟ انا انت ما بتتزعلي مع هادي الا اول ما تكوني متزعله مع ماجده. انا ما عندي مانع تصالحني وصالحها، بس على شرط تجي لعندي لهون تعتذر مني. وعلى شو بدي اعتذر منها بالله؟ خلص اعتبري الموضوع سوء تفاهم وحصل. هي كبيره وما بتخسري شيء اذا اعتذرتي منها بكلمتين. ما بقدر هادي، ما بقدر. خلص طفح الكيل وبلغ السيل والزبا. بعدين اللي صار ما نو سوء تفاهم، وانت بتعرف هالشي منيح. هذا الكلام صحيح، بس إذا كان خلاف بين اثنين متساويين تماما. هي الكبيرة تذكري هذا الحكي، وتذكري إن أمي يعني لا بقدر إلا هذا صح ولا بقدر إلا هذا غلط. ليش بقى؟ لأنه بتغضب علي وأنا بخاف من غضب أمي، بتسود الدنيا بوشي. بس ما لحق تغضب عليك، يعني أنت ما عم تساوي لشي يغضبها. هذا الكلام من وجهة نظرك ووجهة نظري صحيح، أنا فعلا ما عم ساوي شي بيغضبها. بس بالنسبة لأمي أي شيء بعمله ما بيتوافق مع أفكارها معناتها عم بغضبها. هيك حالة شو بدنا نحط لها على الجديد؟ شو يعني؟ بدنا نضل قاعدين تحت هالكابوس كل عمرنا؟ وبدون ما نفتح تمنا ولا بكلمة. هذا قدرنا يا ماجدة، لازم نتكيف مع حياتنا ولا تعقدي المشاكل أكثر مما لها معقدة. مشاني؟ مشانك؟ ما هو مشانك أنا عم بتحمل كل شيء عم بتحمله، ومشانك هلا أنا رح أنسى كل شيء قالت لي إياه وكل شيء عملته فيني. مع أنه الأسى ما بينتسى، بس إني اعتذر عن شيء أنا ما ساويته فأنا آسفة، ما بقدر. ماشي مو مشكلة، بس بالنسبة للكلام اللي قلتيه قدامي وقدام أمي إنك حرة، بحب ذكرك يا مدام إنه ما فيك تتصرفي أي شيء بدون ما تاخدي رأي زوجك. إذا بدك تطبق الشرع يا أستاذ هادي، فالشرع بيعطي المرأة حرية التصرف في أموالها، والرجال ما له سلطة على أملاكها. مدام مو هذا البيت، هذا بيت المديرة العامة. يسلموا حبيبي. الخير. اهلا وسهلا. والله هون بيت السيدة المديرة العامة ماجدة نظمي. لا حول ولا قوة الا بالله. وشو بدك من المديرة العامة؟ حضرتك جوزها للست ماجدة؟ اشهد ان لا اله الا الله. محسوبك هادي هدهد، وهذا بيت هادي هدهد، والمديرة العامة بتكون مرتي. تشرفنا. انا اما لسوسن رفيقة بنتكم بسمة. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. تفضلي. اهلا وسهلا. الله يخليك. تفضلي. تسلموا. اهلا وسهلا، تفضلي مدام. اهلا فيك. لحظة لناديلك ماجدة. ناديلي لسوسن بطريقة. مين سوسن؟ شبنا استاذ، سوسن بنتي. ومنين بدي ناديلها؟ والله ما بعرف، بأي غرفة قاعدة مع المحروسة بنتكم. ماجدة؟ ايه هادي. بسمة مع رفيقتها جوا؟ لا بسمة ما أنا هون.
نايمه.